تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. وإن شاء الله غادي نحضر معكم عصير اقتصادي رائع، كنحضروه بحبة واحدة من البرتقال والتفاح والحامض. كيجي زوين بزاف بزاف وما كتجيش فيه المرورة نهائيا، غادي ينفعكم في شهر رمضان الكريم. كنتمنى تجربوه وينال اعجابكم. كيف العادة الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش يعم الفائدة. بلا ما نطول عليكم في المقدمة ندوزو المكونات وطريقة التحضير. على بركة الله غادي نحتاجو لهذا العصير، هذا حبة من البرتقال وكذلك حبة من الحامض وحبة من التفاح. بالنسبة للسكر كيبقى حسب الذوق. وغادي نحتاجو كذلك لتر ونص ماء. غادي ناخد أول حاجة غادي نقشر البرتقالة. طبيعة الحال هاد الفواكه مغسولين مزيان. غادي ناخد غير القشرة الرقيقة أو القشرة الخارجية اللي كتكون على السطح ديال البرتقالة. نحاولو ما أمكن ما ندخلوش في القشرة البيضاء لأنها كتعطي المرورة للعصير. نكتفيو بالقشرة الخارجية. كيف كتعرفوا أن القشرة هي اللي كتكون فيها النكهة مركزة أكثر، فهذا علاش كنستعملوها في العصير ديالنا. وغادي نقصر البرتقالة ديالي بهذه الطريقة، نحيد منها الخيوط والقشرة البيضاء. نحاول منخليهاش فيها لأنها كتكون مرة. البرتقالة ديالي ما فيهاش البذور ولكن غادي نتأكد نقسمها من الداخل باش نتأكد. بنفس الطريقة غادي نقشر الحامضة كذلك. غادي ناخد غير القشرة الرقيقة ديالها ومن بعد نقشرها. غادي نقطعها عشوائيا. من بعد ما كملت التقطاع ديال الفواكه ديالي غادي ناخذ الكاس ديال الخلاط الكهربائي وغادي نغسل فيه. اللهم صل على النبي صلوا على الهادي. نضيف لهم السكر في هذا العبد الا محمد سيدي وغادي نضيف الماء
غير البلاصه اللي غادي نطحنهم هي باش الطحين ديالنا ما تحتاجش الماء ونحتفظ بالماء باقي تنظيف الاكل. من بعد ما طحنته كيكون هذا هو الشكل ديالو، غادي نصفيه غادي نحاول ناخذ واحد المعلقه ونبقى نهبط داك العصير كتشوفو فيكم هذا هو الشكل ديالو. من بعد ما صفيتو غادي نضيفو على ديك الكمية ديال الماء اللي تبقات عندي. كيف كتشوفو الكمية ديالو ضعفات حيتاش خديت البرتقالة والحامضة فيهم كمية كبيرة من السوائل. كيف كتشوفو كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، كيجي رائع ولذيذ ومنعش وشهيو بالمشروب الغازي. كنتمنى ينال اعجابكم، الى عجبكم بطبيعة الحال ما تبخلوش ليا بلايك للفيديو وبارطاجيو مع الاهل والاحباب. وبالنسبة للناس اول مرة كيشاهدو القناة ما تبخلوش ليا بالاشتراك ديالكم فيها ونديما مع عائلتنا الصغيرة. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.